نرحب فيكم مرة ثانية في المحاضرة الثانية لمقرر مبادئ المحاسبة 2. المحاضرة الأولى إذا تذكرون كانت عن مراجعة لإعداد القوائم المالية، قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، وحساب ملخص الدخل كتمهيد قبل قائمة الدخل. ومثل ما قلنا كلمة تأكيد أكد للمرة الثالثة أو الرابعة، عملية مراجعة إعداد القوائم المالية لا تعني فقط المراجعة بغرض استرجاع الذاكرة التمهيد لها المقرر، لا، هي جزء رئيسي من هذا المقرر. فرجاء التأكيد ترجع مرة ثانية تسترجع نهاية مقرر مبادئ المحاسبة 1، وتتأكد من أنك فاهم معنى قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، معنى أصول وخصوم، مصروفات وإيرادات، وكيف توزعها على القائمتين وكيف تعد القائمتين. في المحاضرة هذه اليوم أيضا استرجاع لبعض المفاهيم يمكن أخذتها بشكل مختصر في محاسبة 1، لكنها جزء رئيسي أيضا من مادتنا هنا، اللي يعني بناخذ فيها مفاهيم المحاسبة المالية اللي بتساعدنا في إعداد التسويات الجردية. التسويات الجردية تذكير هو العنوان الرئيسي حق مقرر مبادئ المحاسبة 2، التسويات الجردية. فطبعا الموضوعات اللي بناخذها تعريفات كلها بمشي عليها بشكل سريع على اعتبار ان احنا اخذناها في محاسبة 1، لكن تذكير فيها لنبني عليها في محاسبة 2. فتعريف المحاسبة واهدافها والفئات المستفيدة منها، المجموعات الرئيسية فيها، مرة ثانية هي مجرد تعريف سريعة. أبي أأكد على الشغلة هذه، وموضوعنا هو التسويات الجردية. المفاهيم اللي بركز عليها هي اللي بنحتاجها وبتجينا على السريع إن شاء الله الآن. طيب، تعريف المحاسبة المالية مثل ما أنتوا عرفتوا في محاسبة 1 مجموعة مبادئ وأسس كعلم طبعا، تمكن من إنتاج المعلومة المالية المتعلقة بالمنشأة، توصيلها إلى المستفيدين منها، الأطراف المستفيدة منها، من خلال ايش؟ المخرجات حقت المحاسبة المالية اللي هي القوائم المالية، لتحديد نتيجة عمل المنشأة ربح او خسارة، او تحديد المركز المالي في نهاية الفترة. هنا بس تأكيد بما ان احنا تطرقنا الموضوع هذا، النتيجة النهائية للمحاسبة المالية القوائم. شو اللي يطلع عندي من قوائم؟ نتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسارة. شن هي هذه؟ منين القائمة اللي هذا وصفها ربح أو خسارة أو نتيجة أعمال المنشأة؟ هذه قائمة الدخل. فالكلام هذا كله من هنا إلى هنا خلال فترة زمنية معينة، هذه نسميها قائمة الدخل. طيب، وتحديد المركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة، المركز المالي بمعنى الوضع المالي، القوة المالية للمنشأة، هذه قائمة المركز المالي. هنا لاحظ القائمة الأولى قائمة الدخل قلنا خلال فترة معينة، خلال فترة معينة يعني 12 شهر، أو في الحالات أنها عن ربع سنة أو نصف سنة نقول 3 شهور، خلال ال3 شهور الماضية، خلال ال6 شهور الماضية، اللي احنا بنتعلمه دائما بنقول خلال السنة الماضية في مقررنا. أما المركز المالي فهو مو بخلال، ما نقول خلال، نقول في تاريخ معين، في 30/12، في نهاية الفترة. طيب، أهداف المحاسبة تحديد نتيجة عمل المنشأة، هذا قائمة الدخل واضحة، تحديد المركز المالي قائمة المركز المالي. طيب، توفير البيانات اللازمة، طبعا هذه يعني تقوم فيها فروع أخرى للمحاسبة بالإضافة إلى المحاسبة المالية، محاسبة إدارية وغيرها. توفير البيانات اللازمة لإحكام الرقابة على أعمال المنشأة، احتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة دائما للتصرفات المالية التي تقوم بها المنشأة، طبعا السجلات المالية المتعارف عليها، يعني مثل ما ذكرنا هنا. يهمنا قائمة الدخل وقائمة المركز المالي اللي تبين أهميتهم في الهدفين الأول والثاني، هذا اللي يهمنا في مقررنا. الفئات المستفيدة، فئات داخلية اللي هي إدارة
المنشأة بأطراف بمستويات الإدارة العليا والوسطى والتنفيذية، كلها تحتاج المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات. والفئات الخارجية، ويمكن البعض منكم يستغرب الخارجية ايش دخلهم، احيانا الفئات الخارجية اهم من الفئات الداخلية، على اعتبار ان جزء من الفئات الخارجية هم ملاك المنشأة. هو الإدارة، لا، الملاك أصحاب رأس المال اللي حاطين فلوسهم في المنشأة، يهمهم أنهم يعرفون أداء المنشأة من خلال القوائم المالية، فهم فئة مستفيدة. ملاك المنشأة هم المستفيدين بالدرجة الأولى من المعلومات المالية اللي نقدمها إحنا كمحاسبين. تذكر الكلام هذا وانت تعد القوائم المالية، أنك أنت ما تخدم بالدرجة الأولى مدير المنشأة ولا رئيس مجلس الإدارة، لا، أنت تخدم صاحب الفلوس اللي حطها في المنشأة، صاحب رأس المال، المالك. فهذه بتغير حتى في طريقة إعدادك للقوائم المالية. فالفئة المستفيدة الرئيسية دائما ملاك المنشأة، وهي فئة خارجية. ليش أيضا خارجية؟ على اعتبار أن شخصية المنشأة مستقلة عن شخصية ملاكها، مثل ما بنشوف في المفاهيم بعد شوي. المستثمرون الحاليين أو المساهمين المحتملين هم طبعا الملاك زائد الملاك المحتملين، خلنا نقول المقرضون اللي هم اللي يقرضون المنشأة أموال، مثل البنوك وشركات التمويل، الدائنون اللي يعطوني بضاعة بالأجل، هذول ما يعطوني فلوس عبث، يعطوني فلوس لأنهم يبغون يربحون من التعامل مع المنشأة، فأكيد أنهم يهمهم أنهم يتأكدون أن المنشأة سليمة ماليا وتقدر تسدد القروض اللي تأخذها منهم. فالمقرضون مهتمين بالقرضون، أيضا يشملون الدائنين. المحللين الماليين يمكن بدرجة بعيدة شوي عن يعني إحنا في إعدادنا للقوائم المالية نقدم المعلومة المالية، لكن في ذهننا خدمة المستثمر المالك والمقرض. المحلل المالي يستفيد من هذه المعلومة بدرجة أقل. الحكومة لغرض الضرائب والإحصاءات والتخطيط وغيره. بقية الأطراف أقل أهمية بشكل كبير في إعداد الحسابات الختامية. طيب، أنواع الحسابات. الحسابات الموجودة في أو اللي يتم من خلالها إعداد الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، ممكن نقسمها إلى خمس مجموعات رئيسية. خمس مجموعات رئيسية: أصول وخصوم وحقوق ملكية. هذه عناصر قائمة المركز المالي، الثلاث عناصر هذه عناصر قائمة المركز المالي. إيرادات ومصروفات عناصر قائمة الدخل، فهي مجموعتين من ناحية القوائم، لكنها خمس مجموعات رئيسية من ناحية نوعية الحسابات. الأصول اللي هي عبارة عن ما تمتلكه المنشأة أو الحقوق للمنشأة وتستفيد منها في المستقبل. الخصوم الالتزامات اللي على المنشأة. حقوق الملكية هي الفرق بين الأصول والخصوم، نسميها صافي الأصول، حتى المبالغ اللي تمثل التزام من المنشأة تجاه ملاكها، تجاه أصحاب المنشأة. فهي اللي يبقى من الأصول بعد ما نسدد الالتزامات هو حق للملاك، نسميها حقوق الملكية. الثلاث عناصر هذه عناصر قائمة المركز المالي، وهي حسابات حقيقية مثل ما قلنا في المحاضرة الماضية. حقيقية بمعنى أنها أصلية نسميها، يعني بتبقى للسنة الجاية، لن تختفي. أما حسابات الإيرادات والمصروفات اللي بتجينا عقب، احنا نسميها حسابات مؤقتة، حسابات اسمية، ما نبي نقول وهمية، لا، حسابات اسمية بمعنى أني أفتحها أول السنة وتختفي آخر السنة، أجمع فقط فيها كم صرفت المنشأة، هذا المصروفات، على تشغيل أعمالها، وكم حققت من إيرادات من تشغيل أعمالها، أجمع بينهم يطلع لي ربح أو خسارة. بعدين شو أسوي في المصروفات والإيرادات؟ خلاص أسكرهم، أقفل الحسابات حقتهم، أبدأ السنة الجديدة صفر، خلاص عرفت الربح والخسارة، حطيتها مع حقوق الملكية. فهذه عناصر المجموعات الخمس من الحسابات. عناصر الإيرادات المتحقق من نشاط المنشأة من عمليات بيع السلع أو الخدمات أو الأنشطة الأخرى. المصروفات اللي تدفعها المنشأة لتشغيل أعمالها وتسيير أنشطتها.
طيب تأكيد أخير فقط قبل ما ننتقل، العنصرين هذول يشكلون قائمة الدخل خلال فترة معينة خلال 12 شهر، أما العناصر الثلاثة الأخرى فهي عناصر مستمرة للأعوام القادمة، وبالتالي تمثل القوة المالية للمنشأة في لحظة معينة وليست عن فترة ماضية. طيب نبدأ في المفاهيم المحاسبية. أول مفهوم، طبعا مجموعة المفاهيم هذه الهدف من أن احنا نأكد عليها في محاضرة مستقلة اللي هي محاضرة اليوم، أنها بنبني عليها فهمنا للتسويات اللي احنا بناخذها في المقرر هذا، سواء تسويات المصروفات والإيرادات أو تسويات الأصول. فأول مفهوم هو مفهوم الوحدة المحاسبية، بعدين الوحدة النقدية، التكلفة التاريخية، الاستمرارية، الفترة المحاسبية، المقابلة والتحقق، الثبات والاستحقاق، التحفظ، كل هذه الأهمية النسبية أيضا. المجموعات الآن نأخذها بالتفصيل، المفاهيم اللي ذكرنا نأخذها بالتفصيل. أول شيء الوحدة المحاسبية فوق، باختصار الوحدة المحاسبية عشان نفهمها، أعتبر أن المنشأة وحدة أو لها شخصية معنوية مستقلة عن ملاكها عن أصحابها، بالتالي بعاملها ماليا بشكل مستقل. خلاص إذا أنا أعطيتها شخصية قانونية ومعنوية مستقلة عن ملاكها أنا بعاملها محاسبيا بنفس الشكل. فإذا في مثلا ممتلكات للمنشأة فهي تسجل من ضمن أصول المنشأة، ما أعتبرها أصول أو حقوق للمالك، ما أجي أقول السيارات اللي موجودة هذه سيارات مالك المنشأة، لا، ما دامت خصصت لعمل المنشأة ووضعت لاستخدام المنشأة فهي أصول المنشأة، فمستقلة عن ملكية أو ممتلكات صاحب المنشأة. باختصار الوحدة المحاسبية تعني أن المنشأة مستقلة ماليا عن أصحابها. الوحدة النقدية المقصود فيها أني أستخدم وحدة نقد واحدة لإعداد وتسجيل العمليات المالية وإعداد الحسابات الختامية. فمثلا عندنا في السعودية أكيد أن احنا نستخدم الريال السعودي، فخلاص تصير الريال السعودي هي الوحدة المستخدمة لتسجيل عمليات المنشأة وإعداد قوامها الختامية. لما أشتري أرض ما أجي أسجلها في الدفاتر بالمتر المربع، ولا لما أشتري بضاعة أسجلها بعدد الوحدات، لا، خلاص أحولها للريال كم قيمتها بالريال. حتى الأشياء الغير محسوسة، يعني لما نقدر مثلا الشهرة، شهرة المحل أو حقوق الاختراع أو غيرها، قد يكون ما لها قيمة واضحة تقدر بالريال. طبعا بثبت على العملة اللي أستخدمها، ما يصير مرة أحط العمليات بالريال ومرة بالدولار ومرة باليورو، هي وحدة قياس واحدة. التكلفة التاريخية، وهنا من المفاهيم اللي تهمنا في محاسبة اثنين لأن بيمر معي في مجموعة من التسويات. المقصود فيها أني أثبت بالذات الأصول، قيمة الأصول بقيمة شرائها التاريخية. شريت أرض أسجلها بمثلا شريت أرض بقيمة 500,000 ريال، خلاص سجلتها ب 500,000 ريال، أجي بعد سنة لقيتها صارت 800,000 ريال، أغير قيمتها في الدفاتر إلى 800,000 ريال، لا، هذه يخالف المبادئ المحاسبية. المبدأ المحاسبي خلاص التكلفة التاريخية شريتها ب 500,000 ريال، خلها مسجلة في دفاترك ب 500,000 ريال، ما تزيد. إذا بعتها ب 800,000 ريال وحققت ربح، ذاك الوقت سجل عملية البيع ب 800,000 وتحقيق ربح 300,000، لكن ما دامت ما زلت محتفظ بالأصل فيبقى بسعره عند الشراء، هذه التكلفة التاريخية. طيب الاستمرارية تعني أنك تعد قوامك المالية على اعتبار أن المنشأة مستمرة ووجدت لتستمر إلى ما لا نهاية، ما أجي أحط لها تاريخ انتهاء، أو إذا جيت أحط القيم في نهاية السنة على اعتبار كأنها قيم تصفية، لا، المنشأة وجدت لتستمر حتى لو كان عندك يعني شك في استمراريتها، متعثرة، ممكن تخسر، تتوقف، تصفى،
إذا ما فيه يعني قرار واضح بإيقاف العمل بالمنشأة ولا يعني لنهاية لعمل المنشأة، فالأصل أنها وجدت لتستمر. بتقول ليش يفرق ويانا؟ يفرق في إعداد القوائم الختامية. أنت إذا شريت مثلا سيارة، ما تقول والله الشركة أتوقع ما تستمر أكثر من سنتين، خلاص لازم أحط استهلاك السيارة على سنتين بس. لا، المنشأة افترض فيها الاستمرارية، فحط استهلاك السيارة على حسب العمر الافتراضي المتوقع للسيارة بغض النظر عن عمر المنشأة. الفترة المحاسبية أني أقسم عمر المنشأة إلى فترات متساوية، المعتاد أنها 12 شهر. طيب، المقابلة مبدأ مهم من يعني المفاهيم اللي أيضا بنحتاجها في محاسبة واحد، في محاسبة اثنين عفوا، في مقررنا هذا، اللي هي أقابل المصروفات التي تتعلق بالسنة فقط مع الإيرادات التي تحققت خلال السنة. يعني إذا أنا حققت إيراد، خلنا نقول حققت مبيعات، مقابلة كمفهوم على السريع بس عشان نفهم، أنا حققت مبيعات، بعت السنة هذه بعشرة مليون ريال. عشان تفهم معنى المقابلة، في المقابل هذا مبيعات إيراد، الآن المبيعات عشرة مليون. طيب، كم كلفت لي المبيعات هذه؟ بكم اشتريتها؟ نسميها تكلفة المبيعات أو تكلفة البضاعة المباعة. احتساب تكلفة البضاعة المباعة هذا مبدأ المقابلة. البضاعة اللي بعتها بعشرة مليون ريال، راح شوف كم كلفتك بالضبط وحطها في الجانب المدين، مثل ما حطيت المبيعات في الجانب الدان، حط المشتريات أو خلنا نقول تكلفة البضاعة المباعة في الجانب المدين، اللي هي مخزون أول المدة زائد المشتريات ناقص مخزون آخر المدة. هذه مقابلة. فالمقابلة هي مقابلة المصروفات مع الإيرادات التي تحققت نتيجة المصروفات هذه. طيب، هذه نسميها مقابلة المصروفات بالإيرادات، إذا يعني بنسميها بشكل واضح مقابلة المصروفات بالإيرادات. التحقق أو الاعتراف بالإيراد أيضا مفهوم، أن المنشأة لا تعترف بالإيراد إلا بعد أن يتحقق. إيش معنى أن يتحقق؟ أن تتم عملية البيع أو تقديم الخدمة. إذا أنا في شركة خدمية مثلا، واتفقت مع عميل على أني أسوي له استشارة هندسية، افترض أن أنا مكتب خدمات هندسية، الاتفاق هذا ما يكفي على أن أسجل العملية على أنها إيرادات. متى يتم تسجيلها؟ بعد تقديم الخدمة. فإذا قدمت له الخدمة، أنهيت عملية الاستشارة الهندسية هذه، أسجل العملية كإيرادات. طيب، يمكن ما أعطاني القيمة، ما يهمني إعطاء في المحاسبة المالية، ما يهم إعطاء القيمة هنا، الاستلام أو دفع النقود، المهم أني قدمت الخدمة، فبالتالي تحقق الإيراد. فتحقق الإيراد هو تقديم السلعة أو الخدمة المطلوبة، يعني بمجرد حدوثها أو استحقاقك لها يعتبر إيراد. الثبات أو التجانس، أني أستخدم نفس الطرق من سنة إلى أخرى، وهذه مهمة جدا في المحاسبة على أساس إعداد المقارنات بالشكل السليم. يعني أنا أستخدم مثلا طريقة القسط الثابت في استهلاك الأصول، خلاص أثبت على القسط الثابت بشكل مستمر. الاستحقاق، وهذا من المفاهيم الهامة في محاسبة اثنين، في مبادئ المحاسبة اثنين، مفهوم الاستحقاق يعني إذا جيت تسجل مصاريف وإيرادات السنة، فتسجل ما يستحق للسنة ل12 شهر، بغض النظر عن أنت دفعت المبلغ ولا لا. مثال سريع، لو فرضنا أن تتكلم عن الإيجار، الإيجار اعرف أنت كم إيجار 12 شهر، إيجار السنة هو اللي يظهر في مصروف الإيجار في قائمة الدخل. فلو فرضنا أن الإيجار 100,000 ريال سنويا، افترض أن الإيجار 100,000 ريال سنويا، جيت دفعت أو اتفقت مع المؤجر أنك تدفع 3 سنوات قدام، دفعت له 300,000 ريال. إذا مصروف الإيجار هل يصير 300,000 ريال نقول في قائمة الدخل
مصروف إيجار، الكلام هذا خاطئ. إذا لو قلنا كذا مصروف الإيجار، احنا نتكلم عن قائمة الدخل. قائمة الدخل تكلمنا قبل شوي قلنا تخص فترة معينة، الفترة المعينة سنة واحدة 12 شهر، فكم نصيب قائمة الدخل من مصروف الإيجار؟ نصيبه 100,000 ريال فقط، فنسجل فقط 100,000 ريال والباقي مئة ألف ريال هي اللي تعتبر مصروف إيجار. الباقي 200,000 ريال هذه تعتبر إيجار مقدم مدفوع عن السنوات القادمة. هذا مفهوم الاستحقاق. كم سجلت للسنة؟ 100,000 ريال فقط مصروف، هذا اسمه استحقاق. الذي يستحق للسنة 100,000 ريال. طيب 200,000 بتقول لي دفعتها، صحيح دفعتها، نسميها إيجار مقدم، ما تظهر مصروف، تظهر أصول. هذا مفهوم الاستحقاق، أسجل اللي يخص السنة. طيب خلينا نقول العكس، نفترض ان انتهت السنة وانا ما دفعت الإيجار نهائيا، انتهت السنة خلاص، السنة هذه ما نسجل فيها مصروف إيجار نهائيا، لا لازم نسجله، لاني بدفع بعد شهر بعد شهرين، يمكن حتى لو تأخر بعد سنة سنتين سيتم دفعه. إذا السنة هذه يجب أن يسجل لها مصروف إيجار بقيمة 100,000 ريال حتى لو لم يتم دفعه، نسميه مصروف مستحق. إذا هذا استحقاق مرة ثانية. فالاستحقاق هو تسجيل المصروف أو الإيراد الذي يخص السنة بغض النظر عن القيمة النقدية المدفوعة أو المستلمة. طيب التحفظ أو الحيطة والحذر أيضا من المبادئ الهامة اللي بنستخدمها في المقرر هذا. التحفظ أنك تسجل الخسائر المتوقعة، لاحظ المتوقعة، يعني اللي ما بعد تصير، خسائر ما بعد تصير لازم تعترف فيها فورا. يعني لو مثلا عندك أسهم محتفظ فيها فترة قصيرة الأجل وما بعتها لكن انخفضت قيمتها في السوق، خلاص سجل خسارة. فهذا معنى تسجيل الخسائر المتوقعة. أكبر مثال عليها المخزون آخر المدة اللي تكلمنا عنه المحاضرة الماضية. مخزون أنا شاريه بقيمة مثلا 100,000 ريال، لكن اليوم قيمته في السوق لو بشتريه من جديد 95,000 ريال نقص. طيب ما زال موجود عندي، ما بعد أبيعه، لكن بقول لك راح سجله بال 95,000 ريال تطبيقا لمبدأ التحفظ الحيطة والحذر. أيهما أقل؟ ما بعد تبيعه، ما زال موجود عندك، ومع ذلك راح تسجل خسارة 5,000 ريال انخفاض في قيمة المخزون. فهذه فكرة التحفظ أو الحيطة الحذر. العكس اللي هو الأرباح المتوقعة والمكاسب المتوقعة لا يتم تسجيلها أبدا مطلقا. الأهمية النسبية أهمية النسبية بحيث أنك تعالج يعني الحسابات، المصروفات، الإيرادات أو المبالغ، أو حتى طريقة عرضك في القوائم المالية للمعلومة على حسب أهميتها النسبية، إبرازها أو دمجها مع أرقام أخرى على حسب أهميتها النسبية. فعملية الأهمية النسبية يعني فقط تقدير من المحاسبين لمدى أهمية المعلومة وبالتالي كيفية عرضها في قوائمهم المالية. الإفصاح الفول ديسكلوجر، الإفصاح هو عبارة عن عرض أو إظهار أي معلومة يمكن أن تؤثر في اتخاذ القرار بالنسبة للمستفيدين من المعلومة المالية. المالك أنا مثلا كمالك أسهم، أي معلومة ممكن تأثر في قراري، والله تخليني أبيع الأسهم هذه ولا أحتفظ بها ولا أزيد استثماري في الشركة، ممكن أنها يأثر علي، يجب أن تظهر في القوائم المالية. هذا معنى الإفصاح. طيب الدورة المحاسبية كمعلومة سريعة، تذكير بالمحاسبة واحد، أنتوا أخذتوا إذا تذكروا محاسبة واحد، نبدأ نحن نسجل العملية المالية في دفتر اليومية، بعدين نرحل إلى دفتر الأستاذ، من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ، بعدين نرصد دفتر الأستاذ ونسوي ميزان المراجعة،
بعدين كنتم ماخذينها في محاسبة واحد بعد ميزان مراجعة على طول إعداد القوائم المالية وإقفال الحسابات. احنا بنتعلم في مقررنا هذا شيء جديد اللي هو الخطوة هذه، عمل التسويات، هذه اللي نسميها التسويات الجردية اللي احنا قلنا مقررنا. فبنجي بعد عملية إعداد ميزان المراجعة والأرصدة اللي واردة فيه بنسوي التسويات الجردية. طبعا شكل الدورة المحاسبية تذكرون محاسبة واحد ماني بعايدة تعرفونه، مجموعة يعني خطوات لتسجيل العملية اليومية في دفتر اليومية العامة، بعدين الأستاذ العام، ميزان المراجعة، هذا خطواتنا اللي احنا بنسويها في المقرر هذا، التسويات الجردية، بعدين نسوي ميزان المراجعة مرة ثانية بعد التسويات الجردية إلى أن نصل للقوائم المالية. القوائم المالية عندنا ثنتين اللي هم بالأخضر هذه، أما القائمتين الأخريتين فهي في التخصص بإذن الله. طيب التسويات الجردية عبارة عن التحقق من الأرقام الواردة في ميزان المراجعة والتأكد من أنها تخص السنة فعلا. أي زيادة أو نقص فيها يتم تعديلها بقيود يومية نسميها التسويات الجردية. طيب مرة ثانية، التحقق من الأرصدة ومعرفة نتيجة أعمال المنشأة للوصول للمركز المالي السليم للمنشأة ونتيجة أعمالها بالشكل السليم. تكلمنا عن أساس الاستحقاق قبل شوي، الاستحقاق عكسه الأساس النقدي اللي هو يعني أن يتم تسجيل العمليات بمجرد حدوث العملية النقدية من استلام أو تسليم. طبعا المحاسبة المالية اللي احنا ندرسها قائمة على إيش؟ على أساس الاستحقاق، لا يمكن أني أتعامل بالأساس النقدي في المحاسبة المالية. قلنا أساس الاستحقاق بغض النظر عن العملية النقدية يتم تسجيل المصروفات والإيرادات، فأنا أتعامل على أساس الاستحقاق. طيب هذه موضوعاتنا اللي بتكون في محاسبة 2 مرة ثانية، كلها مبنية على المفاهيم اللي قلناها قبل شوي، تسوية المصروفات والإيرادات وتسوية الأصول الثابتة، المخزون، الأصول النقدية اللي هي صندوق وبنك واستثمارات قصيرة الأجل والمدينون، بعدين بعد التسويات عندنا الأخطاء المحاسبية. طيب المصطلحات المحاسبية أقولها على بشكل سريع، الوحدة المحاسبة بس أساس النطق، الوحدة المحاسبية الأكاونتنج انتيتي، الوحدة النقدية المونيتري يونت، التكلفة التاريخية الهيستوريكال كوست، الاستمرارية الجوينج كونسيرن، الفترة المحاسبية أكاونتنج بيريود، المقابلة ماتشنج، الاعتراف بالإيراد أو تحقق الإيراد نسميه ريفينيو ريكوجنيشن، استحقاق أكرول، الحيطة والحذر كونزيرفاتيزم. طيب فقط إجابات سريعة اختبار قصير للمبادئ اللي احنا اخذناها. طبعا بمعرفتنا المبادئ يعني مجرد او المفاهيم اللي احنا درسناها مجرد اختيار الاجابه الصحيحه من المفهوم اللي انت عرفته. فلما اجي اقول لك المبدا اللي يخليك تعترف بالخسائر المتوقعه اللي ما بعد تحدث متوقعه، مرت علينا قبل شوي ان الحيطه والحذر اللي هو التحفظ، فالإجابة الصحيحة دال، الإجابة الصحيحة دال. بعدين الاعتراف الفوري بالأرباح المتوقعة، عندنا شيء اسمه اعتراف بالأرباح المتوقعة؟ لا يمكن أني أعترف بأرباح متوقعة ما بعد تصير، لا يمكن. فإذا الإجابة الصحيحة ها، لا شيء مما سبق. المبدأ الذي يؤدي إلى قابلية القوائم المالية للمقارنة عبر الفترات المالية، شلون أقدر أقارن بشكل سليم قوائم السنة عن العام الماضي وعن الأعوام اللي قبله إذا كنت أنا ثابت في استخدام القوائم للطرق المحاسبية وطرق العرض؟ إذن الثبات، إذن الإجابة الصحيحة جيم. إعداد القوائم المالية عن فترات متساوية
قسمت حياة المنشأة إلى فترات متساوية، أنا أطلع القوائم المالية كل كم؟ كل 12 شهر. هذه نسميها من الخمس خيارات اللي قدامك الفترة المحاسبية. قسمت ال 12 شهر 12 شهر، هذه نسميها فترة محاسبية. إذا الإجابة الصحيحة ها. طيب، وفقا لمفهوم الشخصية المعنوية المستقلة للمنشأة، فإن الأصول التي في حيازة المنشأة تعتبر ملكا لأصحابها. لا يمكن أنا أقول إن الأصول اللي في حيازة المنشأة ملك للمنشأة، هذا الشخصية المعنوية المستقلة اللي سميناها الوحدة المحاسبية. على فكرة هذه الوحدة المحاسبية. طيب، الأصول التي في حيازة المنشأة تعتبر التزام على المنشأة. لا طبعا، أصول في حيازة المنشأة تعتبر ملكا لها، لا شيء مما سبق، فطبعا تعتبر ملكا لها حسب فهمنا لها. مبدأ المقابلة اللي هو مقابلة ايش قلنا؟ من مسماه مقابلة المصروفات بالإيرادات، فهي يقول عناصر الأصول مع الإيرادات والمصروفات، لا مو بهذه المقابلة. عناصر الأصول المتداولة مع الخصوم المتداولة، لا. الأصول مع الخصوم، لا. الإيرادات المتعلقة بالفترة بعناصر المصروفات المتعلقة بنفس الفترة، صحيح. إذن الإجابة الصحيحة د. طيب، مبدأ المقابلة في المحاسبة يعني مرة ثانية نفس المفهوم اللي شفناه قبل شوي، مقابلة الإيرادات المحصلة فقط، خطأ، ما يكون المحصلة فقط، الإيرادات المستحقة عن سنة مالية مع المصاريف المستحقة عن نفس السنة، هذه صحيح. هذه طبعا خطأها، مقابلة أصول المنشأة من ناحية وخصومها وحقوق الملكية من ناحية أخرى، أنها عناصر قائمة مركز مالي. الإجابة الصحيحة، حتى الإجابتين باء وجيم، هذه يعني قد تكون عبارة مضللة لكنها خاطئة، على اعتبار أنها ذكر أنها الإيرادات، كلمة المستحقة قد تكون غير واضحة. هنا مقابلة الإيرادات التي تحققت في سنة مالية مع المصاريف التي ساهمت في تحقيقها، هذه العبارة السليمة. طيب، اشترت المنشأة أصل ثابت مبلغ 20,000، وبعد عام صارت قيمته 200,000، صارت قيمته 250,000، زاد قيمة الأصل الثابت. المفروض أني بناء على مفهوم التكلفة التاريخية، غير موجودة، إذا لا شيء مما سبق. المفروض الإجابة التكلفة التاريخية، غير موجودة، إذا لا شيء مما سبق. الإجابة الصحيحة دا. الحياد عند إعداد القوائم المالية بالإفصاح التام عن جميع المعلومات ذات الأثر المتوقع، مبدأ الإفصاح. الإجابة الصحيحة ب. الالتزامات التي يجب سدادها خلال فترة زمنية تزيد عن سنة مالية، هذه خصوم، لكن ايش نسميها خصوم؟ طويلة الأجل. الالتزامات التي يجب سدادها خلال فترة زمنية تقل عن سنة مالية، خصوم قصيرة الأجل. الإجابة الصحيحة ألف. اشترت المنشأة أصل ثابت بقيمة 100,000 ريال وسددت ثمنه بمبلغ 40,000 ريال، الباقي على الحساب، يقوم المحاسب بتسجيل الأصل في الدفاتر بمبلغ الأصل قيمته 100,000 ريال ودفعوا فيه 40,000، هل أسجل ب40,000؟ لا. أسجل ب60؟ لا، المفروض نسجل كامل قيمته، سواء دفعناها كاملة أو لا. إذا القيمة الحقيقية د. الإجابة الصحيحة دال. طيب، الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقدية خلال السنة المالية، الأصول المتداولة أقدر أحولها إلى نقدية خلال، يعني طبيعتها أقرب للتداول والسيولة، إذن الإجابة دال. الآلات التي تقتنيها المنشأة بغرض استخدامها لعدة سنوات وليس بغرض إعادة البيع، أصول ثابتة. الإجابة الصحيحة باء طبعا. الإجابة باء.
تطبيق نفس الطريقة لمعالجة استهلاكات الأصول الثابتة، مبدأ الثبات. مبدأ الثبات، الإجابة الصحيحة ألف. طيب، في نهاية المحاضرة، طبعا هذا ممكن أن الرجوع له سواء المفاهيم أو العناصر الأساسية للجاب اللي هي Generally Accepted Accounting Principles. مثل ما قلنا، نبي فقط المفهوم، الفكرة الأساسية، لا تحاول تحفظ العبارات اللي موجودة في الكتاب، فقط المفهوم الأساسي. يعني لما نقول مقابلة الإيرادات بالمصروفات، عطني المفهوم الرئيسي لها، أن مقابلة الإيرادات اللي تخص السنة مع المصروفات اللي ساهمت في تحقيقها عن نفس السنة، بس هذه تكفينا. مفهوم الثبات، أن نستخدم نفس الطريقة من سنة إلى أخرى، مطلوب فقط بالشكل هذا، مو بأكثر، موجودة في الكتاب من الصفحات من 3 إلى 20. لا تنسون أنا أتكلم عن الطبعة اللي أشير في الصفحات لها، هي طبعة الكتاب عام 1422، قد يكون في اختلاف بسيط مع بعض الطبعات. المحاضرة القادمة إن شاء الله بتكون تسوية المصروفات والإيرادات، تسوية الحسابات الاسمية موجودة في الكتاب بعنوان التسويات واستكمال الدورة المحاسبية من صفحة 125 إلى صفحة 136. أرجو قراءتها قبل استماعكم للمحاضرة القادمة إن شاء الله. المواضيع اللي بتكون فيها المصروف المقدم، مصروف المستحق، الإرادة مقدم، الإرادة المستحق. كده نكون انهينا المحاضرة الثانية لمقرر مبادئ المحاسبة 2. إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.